السلام عليكم، حياكم الله في أولى حلقات برنامج قطر في أسبوع، برنامج أسبوعي منوع يرصد لكم أبرز الفعاليات والمؤتمرات اللي شهدتها دولة قطر خلال الأسبوع الماضي، وأيضا بيكون دليلكم لفعاليات وأنشطة الأسبوع الجاي. برنامجنا يلخص لكم كل هذا من خلال عدسة الريان في نص ساعة. لا شك أن دولة قطر أو أن الدوحة بكل المرافق اللي فيها من مراكز مؤتمرات وقاعات عرض أصبحت محطة إقليمية وعالمية لاحتضان الفعاليات الكبرى وما يصاحبها من معارض موازية. تعالوا معي نستعرض البعض من هذه الفعاليات، مع التنويه بأن أبرز حدث في حلقتنا الأولى هذا كان يوم الثلاثاء الماضي، وهو خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن اليوم خلونا نبدأ من يوم السبت الماضي. احتضن مركز الدحيل أو معسكر الخدمة الوطنية بالشمال استقبال 400 مجند من منسوبي الدفعة السابعة من حملة الشهادة الثانوية وما دونها، من المقرر أن يخضعوا لبرنامج تدريب يستمر لمدة 4 أشهر. الله يعطيهم العافية، ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق اللي لبوا نداء الوطن. كما كان يوم الأحد الماضي أيضا مليء بالفعاليات والأنشطة المنوعة والتي قلب عليها الطابع التعليمي التربوي والثقافي، حيث شهد يوم الأحد الأول هو يوم دراسي، وكان هناك عدد من الفعاليات المصاحبة للعام الأكاديمي الجديد 2016-2017، حيث انتظم أكثر من 280 طالب وطالبة في أكثر من 500 مدرسة وروضة مستقلة وخاصة. وبهذه المناسبة تم إطلاق فعالية حملة العودة للمدارس تحت شعار بالعلم نبني قطر، وتستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري. وكانت هذه الفعاليات في عدد من المجمعات مثل الجولف مول اللي في القرافة ودار السلام في أبو هامور. نبقى أيضا في المجال التعليمي، كما بدأت في جامعة قطر الدراسة لفصل خريف 2016 بمشاركة 19,000 أو ما يقارب 19,000 طالب وطالبة، من بينهم أكثر من 4,000 طالب وطالبة تم قبولهم في مختلف كليات الجامعة للعام الأكاديمي الجديد، واللي استقطبت الجامعة هذا العام نحو 137 عضو هيئة تدريس جديد، وذلك تماشيا مع افتتاح عدد من الأقسام والبرامج الجديدة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. كذلك استقبل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة العام الدراسي الجديد 2016-2017، وقامت إدارة المركز بتحديث أسطول الباصات الجديد الموجود لديها من خلال استبدالها بباصات أخرى حديثة ومجهزة لذوي الإعاقة حسب المواصفات العالمية وحسب الحالات الخاصة بمعظم الطلاب. كما تم افتتاح كافيتيريا بالمركز لتقديم الوجبات للطلاب حسب حالاتهم الصحية. وما زلنا أيضا مع التعليم، ولكن هذه المرة مع متحف الطوابع البريد العربي اللي شهد في الحي الثقافي كتارة تدشين الطابع البريدي العودة إلى المدارس اللي أطلقتها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر. أما يوم الاثنين الماضي فشهد عدد من الفعاليات اللي تنوعت في مضامينها وأماكن إقامتها، خلونا نتعرف عليها. محبين السفر نقول لكم الحمد لله على السلامة اللي رجعت، ونالت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل تجربة في الأجواء، وذلك خلال فعاليات منتدى تجربة السفر المستقبلية العالمي 2016 والذي يقيم في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على شركات الطيران الرائدة التي تعمل على تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها. وأعلن أيضاً مركز قطر للمال عن انتقال مقره إلى مشيرب قلب الدوحة، حيث سينتقل إلى المدينة المالية الجديدة كل من هيئة مركز قطر للمال والكيانات التابعة له
حيث سيكتمل الانتقال بحلول عام 2019 ليتمثل هذا أساساً للمدينة المالية الجديدة في الدوحة. ويوم الاثنين الماضي أيضاً وقعت الرابطة القطرية للاعبين مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من أجل تعزيز الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني، ويتمثل أن الدور الاجتماعي للاعب كرة القدم لا يقل أهمية عن دورهم داخل الملعب أيضاً. ومثل ما نوهنا في البداية، يوم الثلاثاء الماضي تزامن مع الموعد السنوي للجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها 71 في نيويورك، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذه الجلسة الافتتاحية لمنظمة الأمم المتحدة، وألقى خطاباً تاريخياً انتصر فيه لقضايا الأمة. خلونا نتابع مقتطفات من هذا الخطاب. بعد مرور أكثر من 7 عقود على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، لا تزال القضية الفلسطينية تنتظر الحل العادل، ولا تكتفي حكومة إسرائيل برفض قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام الشامل العربية، بل تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع عبر خطط استيطانية طويلة المدى في الضفة الغربية والقدس، وتقيم احتلالها على التمييز والفصل العنصري، إذ تنشئ نظامين حقوقيين في ظل سيادتها، واحداً للمحتلين وواحداً للواقعين تحت الاحتلال. وفي ظل صمت العالم وانشغال الدول العربية بقضاياها الراهنة، قد يعتقد قادة إسرائيل أنهم نجحوا في سعيهم، والحقيقة أنهم فشلوا في حل أي قضية. فالشعب الفلسطيني أكثر تمسكاً بحقوقه من أي وقت مضى، ولا يمكن أن تقبل الشعوب العربية بأي نوع من تطبيع العلاقات مع إسرائيل مع استمرار الاحتلال وممارساته، وقبل تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية. على مجلس الأمن مسؤولية تاريخية لا يمكنه التنصل منها لوقف نزيف دماء السوريين، بوقف القصف الهمجي وحصار المدن تحت شعار الجوع أو الركوع، وإعادة المهجرين، واتخاذ الإجراءات لاستئناف العملية السياسية في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعلى أساس مقررات جنيف 1. إذا تابعنا مقتطفات من خطاب سمو أمير البلاد أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولكن الآن نظرة سريعة على أبرز فعاليات يوم الأربعاء الماضي. حيث أعلنت جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك عن تفاصيل الحملة الجديدة كلنا وياك، والتي تنطلق قريباً وتهدف إلى نشر الوعي بالصحة النفسية وتعريف المجتمع القطري لها. كما اختتمت جمعية بيوت الشباب القطرية برنامج استمتع وتعلم 6، وخلال الحفل تم توزيع شهادات مشاركة على فريق عمل البرنامج والجهات المتعاونة، وعلى هامش الحفل تم تنظيم ملتقى شبابي بمناسبة اليوم العالمي للسلام لتعريف الحضور بأهمية نشر وإعلاء ثقافة السلام. وننتقل الآن إلى آخر يوم عمل من الأسبوع الماضي وهو يوم الخميس. شهد توقيع اتفاقية تجمع كل من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ومركز قطر للمال، ويأتي هذا التعاون في إطار ترسيخ مبدأ التعاون من خلال مشاريع التخرج لطلبة ماجستير إدارة الأعمال. عقدت اللجنة المنظمة ليوم التميز العلمي بوزارة التعليم والتعليم العالي الخميس مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن جائزة التميز العلمي في دورتها 10 للعام 2017. وتم توقيع اتفاقية تفاهم بين معهد الدوحة للدراسات العليا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وستساهم الاتفاقية في تعزيز العلاقات وتوثيقها بين المعهد واللجنة، مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب مشتركة.
حفل مميز نظم الاتحاد القطري لألعاب القوى لبطلنا الأولمبي القطري معتز عيسى برشم الحاصل على الفضية الأولى لقطر في الألعاب أو في ألعاب القوى والثانية على المستوى الشخصي في الأولمبيات في الوثب العالي. الأسبوع اللي فات كان بداية الدخول للمدارس وكان معه تغير شوي في الجو، خلونا نستطلع علوم الجو خلال الأسبوع المقبل، أو بالأحرى التوقعات اللي راح تفيدنا بها هيئة الأرصاد الجوية، ومعنا بهذا الخصوص عبر الهاتف من هيئة الأرصاد الجوية لقطر في أسبوع السيد صقر السويدي متنبئ جوي من إدارة الأرصاد الجوية. حياك الله أخوي صقر، ودنا نسمع منك أخبار حلوة وتبشرنا إن شاء الله بعلوم الحياة. الله يحييك، مرحبتين. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، ما نزال تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، حالة الطقس بشكل عام في يومين الجمعة والسبت راح يكون في غبار عالق لانضباب خفيف في البداية. في فترة النهار راح يكون حار مع وجود بعض السحب المحلية. الرياح راح تكون أغلبها شماليات من خفيفة لما تدل السرعة. أما بالنسبة حق الحرارات، متوقعين أعلى درجة حرارة راح توصلها الدوحة في هاليومين في 38 درجة مئوية. هذا أولا من الله. ولو حبينا نقارنها بالأسبوع اللي طاف، سجلت أغلبها في بداية الأربعينات، يعني في تحسن في درجات الحرارة، ونلاحظ أن الجو قاعد يصير أفضل. نعم. طيب بالنسبة للتوقعات، خلنا نقول للأسبوع القادم، يمكن كثير من الناس يقولون متى إن شاء الله يعني يبتدي موسم الأمطار بحسب الدراسات أو السابقة عندكم في السنوات الماضية؟ والله هو شوف، وقت الأمطار يعني وكلها احنا في حين في فترة انتقالية، يعني ممكن متوقعين مطر ترى في أي لحظة. احنا في الشهر اللي طاف في نهاية شهر 8 لاحظنا وجود بعض الأمطار في بعض المناطق على الدولة، فاحتمالية الأمطار دائما موجودة في هذه الفترة اللي هي الفترة الانتقالية، اللي هي خارجين من فترة الصيف اللي هي نهاية فصل الصيف. بس إن شاء الله راح نلاحظ تغير ملحوظ أكثر في الجو مع بداية شهر 10 إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أخوي صقر، بالنسبة لمرتادين البحر، هل الأسبوع القادم مناسب خلنا نقول للرحلات البحرية؟ في يوم الجمعة والسبت إن شاء الله ما راح يكون في أي تحذيرات، لكن مع نصف الأسبوع، يعني ممكن من يوم الأثنين ممكن نلاحظ وجود هواء ونسمات هواء، فاحتمالية، ولكن احتماليات يعني مجرد. نعم أخوي صقر السويدي متنبأ جوي من هيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نشوف هذه الأمطار والخير والأجواء الجميلة خلال الفترة القادمة. طبعا هذا عرض لتوقعات أحوال الطقس خلال هذه الأيام، خلونا نشوفها مع بعض.
إذن شفنا معكم حالة أو أحوال الطقس في الأسبوع الماضي وأيضا توقعات بالأسبوع الجاي، وخلونا أيضا نتعرف على فعاليات الأسبوع المقبل ورصد الإنجازات القطرية ونتابعها أيضا بتفاصيلها، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله بعد هذا الفاصل في برنامج قطر في أسبوع. مشاهدينا الكرام، في واحدة من أكبر المشاركات لبعثة رياضية قطرية في تاريخ دورة الأولمبيات البارالمبية، حققت البعثة القطرية أول ميداليتين فضيتين، وشاركت البعثة القطرية بثلاثة لاعبين هم عبد الرحمن عبد القادر صاحب الميدالية الفضية في منافسات دفع القلة في فئة 34، وسارة مسعود صاحبة فضية دفع القلة أيضا في فئة 33، ومحمد الكبيسي اللي تأهل إلى السباق النهائي لمنافسات 100 متر كراسي متحركة لفئة 34. وأشاد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية بنتائج البعثة القطرية للألعاب البارالمبية ريو 2016، بعدما نجحت في إحراز ميداليتين فضيتين لأول مرة في تاريخ قطر. ويسرنا بهذه المناسبة أن ينضم لنا من مقر الاتحاد القطري لذوي الاحتياجات الخاصة السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجنة البارالمبية القطرية، والبطل عبد الرحمن عبد القادر صاحب الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة في فئة 34. يا مرحبا ومسهلا بكم معنا. في البداية نبارك لكم هذا الفوز. مرحبتين أخوي ناصر، حياكم الله. الله يبارك لكم، وهاي الفوز لكل مواطن قطري والكل سعداء بهذا الفوز ولله الحمد. إذا ممكن نوضح أو تعطي مشاهدينا الكرام نبذة أو خلنا نقول ملخص عن هذه المشاركة وهذا الإنجاز اللي أول مرة يتحقق. بطبيعة الحال هذه يعني من تاريخ الأولمبيات، هذه رابع أولمبيات نشارك فيها، ولأول مرة نحقق هذا الإنجاز ميداليتين فضة، ولله الحمد الجهود كلها تكللت بالنجاح، وخاصة مشاركتنا كانت فقط بعدد 3 لاعبين إعاقة حركية، فئة 34 و33 وفئة الكراسي 100 متر لاعبنا محمد الكبيسي. طبعا المنافسة كانت جدا صعبة، ولأن البطولة كان فيها تأهيل. عبد الرحمن عبد القادر طبعا بطلنا ومتواجد معاي اليوم في الاتحاد، تجاوز يعني الجميع، حقق 11 و15 سنتيمتر، يعني تصور حتى في التدريب ما كان يتجاوز ال 11 متر، ولكن لله الحمد يعني توفيق من الباري عز وجل ودعوات هالقطر الطيبه ان احنا نكلل جهود هذا الوطن العظيم بميداليه ونفرح الجميع، وخاصه ان الميداليه البارالمبيه تساوي نفس الميداليه الاولمبيه، وان الالعاب تقام بعد الاولمبيات مباشره. وحابب اني اشير يعني شيء بالشيء يذكر، البروتوكول الرياضي المتبع فيما يخص ذوي الاعاقه نفس البروتوكول الرياضي المتبع للاشخاص العاديين، هناك فحص منشطات، الجرعات التدريبيه يعني قويه جدا، لاعبنا عبد الرحمن مثلا عبد القادر ما وصل ل 11 و15 سنتي الا عنده جرعات تدريبيه من تمارين حديد اكثر من 160 كيلو جرام، فبالتالي يقدر يرمي كويس. أيضا لعبتنا سارة مسعود يعني عندها جرعات تدريبية جامدة، وأحب أني أنا أشكر شبابنا وعيالنا أنهم أيضا في الويكند في الإجازات الأسبوعية كانوا يتدربون في مقر الاتحاد. وأحب أني أنوه بنقطة مهمة، اليوم كان عندنا اجتماع ومن سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية، وأشار إلى نقطة مهمة، قال لنا يا أخوان أنا بيكم من اليوم تفكرون في طوكيو 2020، وبشرنا سعادة الشيخ وقلنا له بالعكس العمل جاري أن احنا نكون جاهزين حق طوكيو 2020 بعناصر أكثر بلاعبين أكثر. وأيضا أحب أني أنوع النقطة مهمة، يمكن احنا مشاركتنا صحيح كانت بثلاث لاعبين، ولكن الكيف كان كبير جدا أن حققنا ميداليتين فضة. كان الاهتمام بالكيف أكثر من الكم. بالضبط، ولا بد نرجع للوراء، يعني في إنجاز كبير في البارالمبيك لأصحاب ذوي الإعاقة بالنسبة للخليج وللعرب، وبأمانة يعني إحنا في دولة قطر القيادة دائما تنظر أن عملها يكون قومي عروبي إسلامي، فاستضافتنا حق بطولة العالم في أكتوبر 2015
كان علامة فارغة، لأن الاستضافة هذه على ضوءها في تأهيل حق وين؟ حق الأولمبياد، حق ريو. ففي كثير من اللاعبين العرب والخليجيين تأهلوا من ريو من خلال دولة قطر، ودولة قطر دائما حاضنة للرياضي الخليجي، للرياضي العربي، للرياضي الحمد لله، للرياضيين جميعا. وهذه أيضا من تنطلق من رؤيتنا 2030. نعم. في هذا الخصوص، فإحنا جهود مشكورة، ولا بد أن نذكر أن لأول مرة ميدالية أولمبية لفتاة قطرية اللي هي ميدالية سارة مسعود. الحمد لله، إحنا طبعا نبارك لهم جميعا ولأنفسنا هذا الإنجاز، يمكن لأول مرة يحصل، وهذا غير مستغرب من أبطال مثل سارة وعبد الرحمن وكل أخوانهم وزملائهم. ولكن ودي أبارك للبطل عبد الرحمن عبد القادر، نقول له ألف مبروك، شرفتنا وبيض الله وجهك. شعورك بهذه الميدالية وبهذا الفوز اللي لأول مرة يحصل؟ الله يبارك فيك، والحمد لله على هالإنجاز. والميدالية ما كنت متوقعها، لكن مع التمارين والكرف في التمرين، والحمد لله وصلنا بعد من 2008 نتمرن، الحمد لله وصلنا لهالمرحلة وحققنا ميدالية، وأنا أتشرف أني حققت ميدالية أولمبية، وأتمنى في المستقبل أن أحقق ميدالية ثانية. واليوم الصبح قابلت سعادة الشيخ جوعان في اللجنة الأولمبية، وقلت له إن شاء الله الوعد في طوكيو بدال الفضية الذهبية، وإن شاء الله نطمح لهالشيء بإذن الله إن شاء الله. أنا ودي تكلمنا عن أهم العوامل اللي ساهمت في الحصول على هذه الميدالية اللي مزينة صدرك الآن، نشوفها ويشوفونها المشاهدين. الأهم العوامل من ناحية المعسكرات وتشجيع الأهل والزملاء والاتحاد كبرى من الإدارة، وخاصة أستاذ أمير مولا والأستاذ محمد دوسري والبقية الكل ساعدوني، ومع التمرين الحمد لله وصلت. يمكن احنا كنا متخوفين من شغلة أخوي ناصر، أن عبد الرحمن عنده إصابة في الكتف، ودائما لعيبة الرمي هالإصابة يعني تعرف شلون تكون مزعجة، وممكن تكون يعني خشنة وطارئة في وقت السباق. فوالله كانت أيادينا على قلوبنا، وكنا يعني خلاص يعني بين الأمل وبين التحطيم، وكنت أقول وكنا كلنا نقول يا رب إن الإصابة هذه يعني ما تجي في هاليوم. نعم. ولله الحمد لحد الآن الإصابة يعني الحين ممكن يكون في ريكفرينج، عارف شلون، استشفاء علاج، بس احنا كنا رايحين وعند عبد الرحمن إصابة خفيفة، وبصراحة يعني بطل وتحامل على عمره، وقلنا له يا عبد الرحمن يعني أكون أو لا أكون، هذه أولمبياد. وفي لندن عبد الرحمن ما قصر أمانة، من 4 سنوات سابقة للأسف في لندن الأول حطم رقمه، الثاني حطم رقمه، الثالث حطم رقمه. عبد الرحمن أنت الخامس كنت؟ الخامس اللي هو عبد الرحمن بعدهم حطم رقمه، فسبحان الله. فقلنا لابد أن يكون في معالجة حق ريو، وكانت التدريبات يعني ومعسكراتنا كلها تبشر بنتائج طيبة، بس مثل ما تفضلت أنت الشيء اللي كنا خايفين منه الإصابة اللي في الكتف. نعم. يعني كنا احنا ناويين ان نرفع جرعة الحديد عنده، فقلنا لا خلينا ننتظر شوي بعض الشيء، اوكي، لان خفنا ان الإصابة تكبر او تكون اقوى، فما نبي نخسر اللاعب في نهاية اليوم. هذا يعني اخونا ولدنا عبد الرحمن، نبي سلامته عندنا وصحته اهم الميدالية. بالضبط. وبعدين اليوم اشار سعادة الشيخ جوعان بن حمد الثاني رئيس اللجنة الأولمبية لنقطة مهمة، قال أن ميدالية عبد الرحمن وميدالية سارة وأيضا ما ننسى ولدنا محمد الكبيسي، هذول أنتوا لازم تكونون إلهام، لازم تكونون أنتوا يعني اللي شبابنا من ذوي الإعاقة يتفاخرون فيكم. ما في يعني مع الإعاقة لابد أن يكون في إرادة، مع الإعاقة لابد أن يكون في عزيمة، في إصرار. أنا ما أنكر أن الإعاقة صعبة، يعني من واقع تجربة، من واقع معاشرة مع أولياء أمور، مع متطوعين، الإعاقة صعبة جدا، بس راح تكون سهلة إذا كانت إرادتنا قوية. يعني بأمانة، وهالشيء لازم ما نخجل منه، عبد الرحمن أول ما جانا حتى مشي ما كان بهذه الصورة،
اليوم عبد الرحمن قوى جسمه، قوى ذاته، قوى حتى عقليته، تغيرت تعاطيه مع الرياضة، تغير، تنمي وايد أشياء في نفسه. صحيح. عارف كيف أخوي ناصر؟ فإحنا نأمل أيضا من قناة الريان، من تلفزيون قطر، من وسائلنا الإعلامية، أن دائما يعني نزرع بذرة الأمل، وهذا شيء أنتم كقناة الريان قائمين به وتشكرون عليه. وإن شاء الله إن شاء الله الأمل يكون في طوكيو بمشاركة أكبر بإذن الله، إن شاء الله ملونة أكثر إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. وما نقوم به تقوم به وسائل الإعلام، ما هو تأكد أخوي أمير أن هذا هو واجبنا تجاه أبطالنا وتجاه أخواننا وتجاه مجتمعنا وتجاه الله يسلمك كل من ينجز. فالأكيد أن من ينجز يفرض على وسائل الإعلام ظهوره وليس العكس. فنتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. صحيح. أنا ودي بس قبل ما نختم الحمد لله وأنا بس أنا عندي كلمة فضل. لبطلنا عبد الرحمن وسارة، يمكن أنا يعني أوصف بشدة بعض الشيء مع عيالنا اللاعبين، ولكن أنا أقول لهم ابتعدوا عن الغرور، لأن الغرور يعني لا سمح الله، يعني آسف الكلمة، يعني هو اللي يخلي الرياضي ينركن في زاوية وكل سنة وانت طيب. صحيح. لنبتعد عن الغرور، نفكر أن نشتغل حق طوكيو. خلاص احنا أنجزنا اليوم، نبتدي من اليوم نشتغل، عندك ريكفرينج أسبوعين، شهر، شهر ونص بإذن تشتغل الله. حق طوكيو إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. أنا بدي قبل ما نختم ناخذ كلمة من البطل عبد الرحمن ونقول له طموحك المستقبلي، بالذات أن طوكيو الآن أكيد أنها بين عيونك وقاعد تنتظرها على حرم الجمر. أكيد إن شاء الله طموح لطوكيو إن شاء الله بدل فضية تكون ذهبية إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. وعندي كلمة أخيرة، إن شاء الله تكون هالميدالية تكون حافز لذو احتياجات خاصة للضم للاتحاد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. وأنت خير من يمثل يعني هذول الأبطال اللي فعلا نفتخر فيكم أنت وكل زملائك اللي شاركوا معك، من سارة ومن الأبطال الآخرين اللي شاركوا معكم أيضا كلهم. ونتمنى إن شاء الله أنكم ترجعون لنا من طوكيو أيضا، رجعتونا الآن من ريو بالفضة، إن شاء الله ترجعون لنا بالذهب. نسأل الله لكم التوفيق، كل التحية لك البطل عبد الرحمن القادر وسارة مسعود ومحمد الكبيسي، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق جميعا. شكرا موصول لك أيضا أخوي أمير الملا، شكرا جزيلا لكم، أتمنى لكم التوفيق. العفو. موفقين إن شاء الله. ونتابع مشاهدينا رصدنا لأبرز الفعاليات المتوقعة للأسبوع الجاي، ونبدأ بيوم الأحد، حيث يشهد حدث هام بإعلان شركة سكك الحديد القطرية الريل عن انتهاء أو الانتهاء من أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة، وذلك بموقع محطة مطار حمد الدولي. تنظم بلدية الخور والذخيرة حملات تفتيشية موسعة على الأغذية ضمن حملة سلامتك أهم أولوياتنا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك. وكالة الأنباء القطرية تنظم دورة تخصصية حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية، وذلك في إطار برنامج الدورات التي تنظمها الوكالة. تحتفل شركة سيمنز بوصول التوربين القازي رقم 1000 من إنتاج الشركة إلى محطة أم الحول للطاقة، ويأتي هذا الحفل بمناسبة وصول التوربين القازي إلى اللي يبلغ طوله إلى 11 متر إلى محطة أم الحول للطاقة، اللي ستوفر حوالي ربع قدرة توليد الكهرباء في قطر عند اكتمالها. أما يوم الاثنين فينظم مركز شباب الذخيرة مسابقة قناص البرثة، والتي تستمر إلى الأول من ديسمبر المقبل، وهي ضمن الأنشطة التحضيرية للنسخة الرابعة لمهرجان البرثة التراثي، والذي ينطلق من 23 ديسمبر المقبل، ويتم التسجيل للمسابقة في مركز شباب الذخيرة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
تنظم حاضنة قطر للأعمال مؤتمرا حول نهوض رائدات الأعمال في قطر، ويمثل هذا فرصة لتشجيع المشاريع المحلية على بذل الجهد لتحسين وتطوير منتجاتها لتمكين المنتجات القطرية من المنافسات عالميا. وتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد منتدى قادة السكري، ويحضر المنتدى سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من كبار مسؤولي وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي ونخبة من خبراء الرعاية الصحية والسكري على مستوى العالم. أما يوم الثلاثاء المقبل فيشهد قمة الفندقة والضيافة في الشرق الأوسط 2016 تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وتقام خلال الفترة ما بين 27 و 29 سبتمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة. أيضا ورشة تدريبية عن أهمية الدمج الرياضي في الأندية والمؤسسات الشبابية تنظمه وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في الفترة ما بين 27 و 28 من سبتمبر الجاري. وهنا نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع اللي لخصنا فيها أبرز وأهم الأحداث الأسبوع اللي فات والأسبوع الجاي. إلى أن نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة. في أمان الله.